أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة التاسعة من ليبيا الأحرار. والبداية بأبرز العناوين. إصابة مدنيين وأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة نتيجة قصف طيران حفتر لمواقع مدنية في طريق المطار. بعد احتجاجات واسعة وقرار رئاسي فصل التعليم العالي عن وزارة التعليم، عبد الجليل يعلن استقالته. إيطاليا تقول إنها لن تلغي اتفاقية الهجرة مع ليبيا وتؤكد عملها على تحسين ظروف مراكز الإيواء في البلاد. إلى التفاصيل، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة فوزي يونيس بإصابة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة إثر قصف طيران حفتر لمحيط مقر وزارة الداخلية بطريق المطار، إضافة إلى إصابة 4 عاملين بالوزارة. هذا واستنكرت وزارة الداخلية القصف الذي استهدف محيطها، قائلة في بيان لها إن الغاية الحقيقية من حملة حفتر العسكرية هي استهداف مؤسسات الدولة وعدم الاكتراث لحياة المدنيين وفق قولها. جولة جديدة من عمليات استهداف المناطق الآهلة بالسكان ضمن سلسلة عمليات نفذها مسلح حفتر على المدنيين بعد فشلهم في دخول طرابلس. الدور هذه المرة جاء على وزارة الداخلية ومحيطها المكتظي بالسكان الذي استهدف بغارة جوية أدت إلى إصابة 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال وامرأة، فضلا عن إصابة 4 عاملين مدنيين بمقر وزارة الداخلية. بينما تحدث رجال إسعاف وصلوا إلى أحد المواقع المتضررة بجانب الوزارة عن تقديمهم إسعافات أولية لمدنيين أصيبا خلال الغارة الجوية. هنا داخل المكان أصيب 3 حالات، حالة رفعناها لحوادث بوسليم وحالة ثانية أصابناها في السيارة. وزارة الداخلية أرجعت هجمات حفتر المتلاحقة على المنشآت المدنية إلى حالة التخبط والضعف التي يعيشها مسلحوه بعد أخفاقهم في الدخول إلى طرابلس، موضحة أن القصف يكشف بوضوح الغاية الحقيقية من الحملة العسكرية والتي من بينها استهداف مؤسسات الدولة وعدم اكتراثها لحياة المدنيين من عاملين وموظفين داخل الوزارة. وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغة الذي استنكر حادثة القصف أكد أن هذه الأعمال التي وصفها بالإجرامية لن تثنيه أو ترهبه، وسيستمر في خدمة الشعب إلى أن تنتصر إرادته قريبا، مشيرا إلى أن ليبيا لن تكون إلا دولة موحدة ولن يكون فيها مكان للمجرمين وفق تعبيره. اليوم الى قصف غادر ميليشيا حفتر والمساكن القريبه منها، وتعرض بعض العائلات الى اصابه وجروح. هذا العمل الارهابي الذي وهبنا، وسوف نستمر باذن الله في العمل وفي خدمه الشعب الليبي، وسوف ننتصر اراده الشعب الليبي. وفي ظل استمرار عمليات استهداف المدنيين، عبرت بلدية بوسليم عن تخوفها من استهداف طيران حفتر لمكب القمامة الذي يقع داخل الأحياء السكنية، محذرة من كارثة ستحل بسكان العاصمة في حال وقوع ذلك. لا قدر الله كانت هذه الإصابة فصل المكب لا احترق، ويعلم الجميع ورسالة هذه للمختصين عملية احتراق 400 ألف طن من المخلفات بمختلف أنواعها كيف ستكون على العاصمة طرابلس، وكيف ستعالج إن لم توجد حتى سيارة أطفاء واحدة رغم مطالبتنا لها. لا شيء يوحي بأن عمليات حفتر ضد المنشآت المدنية ستتوقف رغم التحذيرات الدولية التي لم تتجاوز حد الإدانات، وربما تكون هي من شجعته على مواصلة العدوان على المدنيين الذي طال كل شيء، فمن استهداف أحياء الانتصار وتجورا والفرناج وصلاح الدين إلى المطارات المدنية والمستشفيات وحظائر الخيول، تبدو شهية حفتر مفتوحة على المزيد من دماء المدنيين ما لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة لإيقافه.
ميدانيا قال ناطق باسم القوة الوطنية المتحركة سليم قشروط إن طائرة حربية نوع ميج تابعة لحفتر قامت بقصف مقر القوة بجنزور دون أن تحدث أضرارا بشرية. هذا وقال أمير غرفة العمليات الميدانية اللواء أحمد أبو شحمة لليبي الأحرار الخميس إن كافة المحاور تشهد هدوءا نسبيا بعد اشتباكات الأربعاء في عدة محاور جنوب طرابلس. كلما تجرعت قوات حفتر مرارة الهزيمة على أرض المعركة تلجأ دوما إلى القصف الجوي يمنة ويسرى في محاولة لرفع معنويات قواتها المنكسرة في محاور عدة على تخوم العاصمة. جنزور وحيث مقر القوة الوطنية المتحركة كانت هي آخر المناطق التي جرى استهدافها جويا عبر طائرة نوع ميج دون أن تحدث أضرارا بشرية وفق الناطق باسم القوة سليم قشوط. قشوط وفي تصريح لليبي الأحرار أضاف بأن الطائرة أقلعت من قاعدة الوطية وكانت تحلق على ارتفاع منخفض، الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين بجنزور. كما استهدف الطيران التابع لحفتر ليلة الأربعاء مقر الكلية الجوية بمصراته، ادعت فيه قوات حفتر ككل مرة بأنها استهدفت دشما للطائرات المسيرة بالكلية، ولم تمضي ساعات على هذا القصف حتى رد طيران الوفاق باستهداف رتل مسلح تابع لحفتر شرق مدينة السرت وفق ما ذكره مصدر عسكري للأحرار. ميدانيا يقول آمر غرفة العمليات الميدانية أحمد بوشحمة إن كافة محاور القتال تشهد هدوءا حذرا بعد اشتباكات الأربعاء في محاور زطارنا والخلطات واليرموك والخلة والتي انتهت بتنفيذ قوة الردع الخاصة لمكافحة الجريمة بمحور الخلة عملية نوعية أوقعت 9 أسرى بينهم 3 جرحى ومقتل 3 آخرين من بينهم آمر ميليشيا 126 محمود الحوت إلى جانب تدبير دبابة ومضاد طيران نوع 14.5. هو مش عميت إن شاديني بين يدي بين يديهم ولا حاجة وإني خايف نقول حاجة، والله العظيم شهادة نرفعها شهادة إن عملوا لي معاملة طيبة، ونقول للشباب نقول للشباب نصيحة 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 اختق من حفتر وتتبيعه. ووفقا لخبراء عسكريين فإن قوات حفتر أصبحت تعول مؤخرا على الضربات الجوية بهدف السيطرة على سماء المعركة وإخراج طيران الوفاق من معادلة القتال، غير أن ذلك وإن تحقق فهو حتما لن يجلب ما ينتظره قائد الرجمة من انتصارات كبيرة على الأرض. وينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة التوجيه المعنوي للمنطقة الوسطى ناصر القايد، أهلا بك معنا. هل من اشتباكات شهدتها اليوم أي من محاور القتال على تخوم العاصمة طرابلس؟ أم أن حالة الهدوء الحذر ما تزال مستمرة حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي مدير ولمشاهديكم الكرام. لا زال الهدوء الحذر هو الأسمى اليوم، يعني أغلب المحاور يتشهد هدوء اليوم. نلاحظ فقط حركة للطيران كثيرة يعني في سماء طرابلس سواء على المحاور سواء داخل المدينة، يعني أصبحت الحرب الآن حرب عشوائية، هي عبارة عن فساد وإهلاك في الأرض والنسل وخلاص، يعني لا يقصد منها تقدم ولا يقصد منها، عبارة عن طيران يحلق ويقصف أينما يأتي في أي مكان، لا يلتفتون إلى مدني ولا عسكري ولا يخططون لذلك وإنما يقومون به بشكل عشوائي، وهذا طبعا يستهدف، هم يعلمون أنه يستهدف المدنيين، يستهدف ممتلكاتهم وأحيائهم، وهم يقومون بذلك لا أكثر ولا أقل. حول الوضع الميداني اعتبرت أنه الوضع يشهد هدوء، لكن ماذا عن أعداد الأسرى؟ هل لديك أي إحصائية إجمالية لمن أسروا من قوات حفتر خلال هذه الأيام؟ وحقيقة يعني الأعداد بالضبط ليست لدي، لكن بالأمس طبعا كان هناك كمين، والآن يلجأ الجيش أحيانا إلى الكمين، يعني عبارة عن تطميع هذا العدو في التقدم ثم يلتف عليه ويقوم إما بأسره أو قتله أو تدمير آلياته. الآن طبعا كان هناك 9 أسرى منهم 3 جرحى كما أشرتم، وقائد ميداني كلهم من الجنسية الليبية،
من مناطق الغربية بالذات. وهذا يعني تقريبا ما يحضرني الآن. لجوء قوات حفتر إلى استخدام إلى استراتيجية الغارات الجوية واستهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان منه ما حدث اليوم بطريق المطار، برأيك لماذا يريد حفتر الاستمرار في هذا النهج؟ هل هناك أي هدف مراد تحقيقه؟ هو الحقيقة كل ما يتعرض الجنود على الأرض لهزة أسر أو قتل فيضطروا إلى فعل ذلك حتى يرفعوا من معنويات من هم موجودين على أساس أنهم لا زالوا يسيطرون على الوضع ولا زالون في الساحة. وكذلك لا يهمهم طبعا القصف أين يأتي ولا كيف يصيب ولا ماذا يصيب. طبعا قواتنا استهدفت رتل، كان لدينا معلومات أنه قادم إلى المنطقة الغربية، استهدفته في وقضت عليه، بينما هم طيرانهم يتحرك يعني في السماء. اليوم نلاحظ أن أحد الطائرات يعني نزلت إلى ارتفاع منخفض جدا حتى تحدث صوت كبير وضجة، يخاف هؤلاء المدنيين ويدعروا ويعتقدون أن هؤلاء المدنيين سنلوا من ذلك وسيسمون الحرب وسيلعنونها. هذا هو يعني الهدف يعني بالمجمل يعني. بعد استهداف الوفاق للرات المسلح كما قلت سيد القايد، هل يمكن القول الآن أنه طيران الوفاق عاد فعاليته من جديد؟ لا، هو طيران الوفاق الحقيقة موجود، ولكن صحيح لا يتحرك كما كان من قبل، ولكنه موجود يعني لا زال يتحرك ولا زال، إنما الحقيقة طيران الوفاق لا يخرج إلا لاستهداف هدف يعني 100% يعني أكون متأكد أن هذا هدف وأنه يعني يأتي بفائدة. أما الخروج هكذا لا يخرج طبعا الطيران، لأن هذا استهلاك الذخيرة و التعرض قد يكون لطائرات أخرى وغيرها يعني، ولكن الطيران لا زال موجود يعني لا زال يتحرك لا شك في ذلك. شكرا جزيلا لك مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى العميد ناصر القايد، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ونبقى مع ملف العدوان، حيث قالت جمعية التواصل لإزالة الألغام إنها نفذت عملية لجمع قنابل عنقودية محرمة دوليا من منطقة كبر الزهرة وقامت بتفجيرها والتخلص منها. وأوضحت الجمعية أن هذه العملية جاءت بناء على بلاغ من أهل المنطقة توجه إثره أفراد منها لمكان البلاغ، وتم تجميع هذه المخاطر والتخلص منها في نفس اليوم. هذا ونفى الناطق باسم الخطوط الجوية الأفريقية عمران زبادي الأخبار المتداولة حول استخدام مستودع خاص بصيانة الطائرات المدنية في أغراض عسكرية. وأوضح زبادي في تصريح لليبيا الأحرار أن المستودع يستخدم كمخزن لقطع الغيار ومعدات الصيانة، وتربض في داخله طائرة من نوع إيرباص 319 تعرضت للإصابة منذ أكثر من عام في انتظار وصول قطع الغيار لصيانتها. وأشار زبادي لنا الهوائية المثبت على سطح المستودع يتعلق باتصالات شركة البريغا للنفط، ويعمل على ربط مركز تزويد وقود مطار ميتيغا بمستودعي الزاوية وطريق المطار، داعيا وسائل الإعلام وكل من يهمه الأمر إلى زيارة المستودع في أي وقت للتأكد من خلوه من المظاهر العسكرية وفق قوله. وفي تداعيات العدوان أيضا نفى المستشار الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي سحب تفويض العلاج من أم وابنتها من عائلة كشيرة في إيطاليا اللتين تعرضتا لقصف من طيران حفتر الأيام الماضية. وأكد الهاشمي لليبيا الأحرار أن حكومة الوفاق ما زالت تتكفل بكافة مصاريف العائلة واصفا ما تقوم به وسائل الإعلام التابعة لحفتر بالمتاجرة السياسية بقضايا الأبرياء ومحاولة تضليل الرأي العام وفق قوله. الدعاية الإعلامية لوسائل إعلام تابعة لحفتر تقاد بتعليمات عسكرية من قيادات عملية الكرامة، وذلك من أجل تبرير هجومها وقصفها المدنيين والمنشآت المدنية
إضافة إلى التأجيج والتهويل ونشر الأخبار الكاذبة وتدليس الحقائق والمعلومات في محاولات لترهيب سكان العاصمة عبر حرب إعلامية تساند العدوان العسكري على طرابلس. ولم يقف أعلام حفتر عند هذا الحد، بل أعادت قضية عائلة كشير التي مات 3 من أطفالها وأصيبت أخت رابعة وأمهم بطيران حفتر إلى الواجهة من جديد بشكل يستغل مأساة العائلة في حربه الإعلامية ضد قوات الوفاق، حيث أطلقت كل من قناة الحدث وصحيفة العنوان شائعات بأن السفارة الليبية في روما طردت العائلة التي أصيبت في حادثة الفرناج بعد رفض خال الأطفال المرافق الحديث للإعلام الإيطالي واتهام طيران حفتر بأنه هو الذي قصف الموقع بحسب قولهم، متناسين بذلك كل الإدانات الدولية والمحلية التي أكدت أن الطائرة التي نفذت القصف تتبع قوات حفتر. ما تقوم به وسائل الإعلام التابعة لحفتر هو متاجرة سياسية بقضايا الأبرياء ومحاولة تضليل الرأي العام وزرع الفتنة بين الليبيين ونشر الفوضى، وفقا للمستشار الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي الذي نفى ما تداولته وسائل إعلام تابعة لحفتر عن سحب تفويض العلاج من أم وابنتها من عائلة كشيرا في إيطاليا، واصفا ذلك بالممارسات الفجة في تغطية مجريات الأزمة وحالة التضليل والتعبئة. ويرى مراقبون أن وسائل إعلامية مثل قناة الحدث والفضائية الليبية والمرصد الليبي تمارس نهجا مضللا في نقل الأخبار والشائعات، إضافة إلى ما ينتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من تعامل لا أخلاقي ودعم الاقتتال وصب الزيت على النار وتحشيد الليبيين للقتال. كلف المجلس الرئاسي الخميس صلاح الدين علي عبد الله النمروش وكيلا لوزارة الدفاع بالحكومة، ويشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والذي يشغل مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض خلفا للمهدي البرغثي الذي تمت إقالته في 2018. في سياق آخر، توفي مساء الأربعاء العميد علي محمد الشيخي المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي سابقا بعد صراع مع المرض. وعين الشيخي المنحدر من مدينة بنغازي مديرا لإدارة الشؤون المعنوية بالجيش التابع لحكومة الوفاق، ووضع على قائمة المطلوبين لدى حفتر، ومنع وعائلته من العودة إلى بنغازي بسبب معارضتهم عملية الكرامة، فرحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته.
ألزم وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل استقالته من منصبه مرجعا، ذلك لاعتراضه على صدور قرار إعادة هيكلة قطاع التعليم بتقسيم وزارة التعليم إلى وزارتين للتعليم العام وأخرى للتعليم العالي. وقال عبد الجليل في مؤتمر صحفي أنه أبدى لرئيس المجلس الرئاسي فايز سراج رأيه حول هذا القرار غير الصائب من الناحية الفنية، وليس له أي أساس علمي حسب تعبيره، نسبة لتواصل مرحلتي التعليم العام والعالي مع بعضهما البعض. وأضاف عبد الجليل أنهم عاملوا في هذا القطاع على مدى عامين وعرفوا أهمية أن يكون هذان القطاعان تحت مظلة واحدة، قائلا إن قرار فصل الوزارة إلى وزارتين يهدم كل ما قاموا به من إصلاحات حسب قوله. استقالة مفاجئة لوزير التعليم عثمان عبد الجليل الذي تولى الوزارة منذ أكثر من سنتين بعد اجتماع عقده صباح اليوم رفقة وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر مع عمداء عدد من البلديات بطرابلس والمنطقتين الوسطى والغربية لبحث حلول لفض اعتصام المعلمين واستئناف الدراسة. أعلن أمام حضراتكم أنني أستقيل من وزارة التعليم في ليبيا في حكومة الوفاق الوطني، وأتمنى الحظ الوافر لمن يتولى هاتين الوزارتين بعد. وبدا الوزير خلال الاجتماع واثقا من قراراته وصرح بأنه لن يتراجع عنها مهما كلفه ذلك، وتجاوب مع عمداء البلديات بتجميد القرارات حتى حين لتلافي ما شابه من أخطاء من جهة ومنحهم المجال لبحث مشاكل التعليم والمعلمين داخل بلدياتهم من جهة أخرى، كما سرد بعض الوقائع التي تمثل تجاوزات وفسادا استوجب وقفة حازمة وقرارات جريئة كالتي أصدرها. هو احنا بالنسبة لقرار ال 152 ألف هذا موضحين، لكن تزيدوا حتى أنتم يا سيدي أو كانكم أنتم اللي دردوا باهي، راه لن يتم العمل به إلى نهاية الشهر حتى يتم تصحيح كل البيانات. أما بالنسبة للقرار 1128 اللي هو القاضي بإيقاف مراقبي تعليم وإحالتهم للنائب العام، تم تجميده مقابل أن يعني المدارس تفتح في خلال الأسبوع القادم. رفض الوزير التعليق عقب الاجتماع مباشرة على قرار المجلس الرئاسي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين، وأجاب بعدم علمه بالموضوع، لكن القرار الذي تسرب عبر قنوات غير رسمية وبصورة خجولة يبدو أنه وصله رسمياً، فسارع لعقد مؤتمر صحفي عاجل أعلن خلاله الاستقالة، ويبقى بذلك مصير قراراته الأخيرة مجهولاً رهن ما ستأتي به الأيام القادمة. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكميشي، طرابلس. للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس رئيس تنسيقية منظمة الغربية للدفاع عن المعلم منصور الشكل. أهلا بك سيد منصور. بداية، قرار إعادة هيكلة الوزارة، هل تعتقدون أنها جاءت استجابة لمطالبكم والتي سبق أن قدمتموها للمجلس الرئاسي؟ مرحبا، شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا إعادة هيكلة وزارة التعليم إلى وزارتين هذا تلبية لمطالبنا من المجلس الرئاسي، ونشكرهم على موقفهم وابداء حسن النية في بداية تنفيذ المطالب. نعم. طيب، هذه الخطوة يعني كيف سيكون انعكاسها على وزارة التعليم وكذلك على المعلمين والقطاع بصفة عامة؟ بإذن الله ستكون انعكاسات طيبة، لأن التعليم العالي تغول في مسائل كثيرة بالنسبة للتعليم العام، فكان هذا مطلبنا، يستقل التعليم العام عن التعليم العالي، تؤسس خطط مستقلة إن شاء الله يكلف لها وزير تربوي، ونستمر في أعمالنا إن شاء الله. طيب، بعد هذه الموجة من الإضرابات والاعتصامات الآن بعد الاستجابة لكم، هل سنشهد انفراجا في هذه الأزمة أم أن مطالبكم لم تحقق كلها بعد؟ هذا أحد المطالب، ما زالت حزم المطالب التي نطالب بها،
مستمرين في الإضراب إلى حين تحقيق بقية المطالب إن شاء الله. نعم، نشكرك شكرا جزيلا. من طرابلس رئيس تنسيقية منطقة الغربية للدفاع عن المعلم السيد منصور الشكل، نشكرك شكرا جزيلا. وتأتي استقالة عبد الجليل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد قرر إعادة هيكلة قطاع التعليم بفصل وزارة التعليم العام عن وزارة التعليم العالي. وشكل المجلس لجنة فنية تحصر أصول وزارة التعليم وموجوداتها وتتخذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، وتقدم تقريرا بنتائج أعمالها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها. أزمة قطاع التعليم دخلت مرحلة جديدة بحسب مراقبين، قد تكون تدشينا لتغييرات مفصلية في طرق تعامل الدولة الليبية مع المعلمين. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دخل بقوة هذه المرة على خط أزمة قطاع التعليم، ليضع وعود رئيسه السراج لممثلي نقابة المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تجراء ومسلات ومصرات والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية الاثنين الماضي موضع التنفيذ. التغيير الذي طال وزارة التعليم التي يترأسها الوزير عثمان عبد الجليل يعد أحد مظاهر الاستجابة لمطالب المعلمين بحسب مراقبين، وذلك إثر السجال الذي ثار حول قرارات عثمان الأخيرة والمطالب التي تبناها المحتجون والتي تضمنت مطلب فصل وزارة التعليم العالي عن التعليم العام. أزمات قطاع التعليم أعمق من أن تختزل في استبدال وزارة بوزارتين، غير أن هذا القرار إذا جاء ضمن حزمة قرارات إصلاحية أخرى تستهدف بحسب مراقبين معالجة أهم المختنقات التي عرقلت تطور العملية التعليمية في البلاد، فقد يفتح بوابة إصلاح القطاع على مصراعيها ليتبوأ المعلمون والقطاع عموما مكانته اللائقة به. التعليم بمكوناته يؤدي دورا رياديا في الرقي بالأمم وتحديث المنظومات وتطوير المجتمعات، فإذا خصصت له أقل الميزانيات ونظر إليه نظرة دونية فذلك مؤشر سيء لا يمكن أن ينتج عنه خير. هذا وتطرح استقالة عثمان عبد الجليل من منصبه تساؤلات حول مستقبل العملية التعليمية، لا سيما وأن الاستقالة كانت أحد مطالب المعلمين المعتصمين لاستئناف العام الدراسي في مدارسهم. وتأتي هذه الاستقالة بعد أسابيع من الاحتجاجات والاعتصامات للمعلمين المطالبين برفع رواتبهم وتحسين وضعهم إلى جانب فصل وزارة التعليم عن التعليم العالي، وهو ما استجاب له الرئاسي مؤخرا. إذن رحل وزير التعليم عثمان عبد الجليل وأعلن استقالته رسميا من وزارة التعليم في موقف احتجاجي منه على قرار المجلس الرئاسي القاضي بهيكلة قطاع التعليم وفصل التعليم العالي عن التعليم العام، وهو قرار أرضى من خلاله السراج المعلمين المعتصمين، ولكن في المقابل أجهض به جهود إصلاحات عبد الجليل في قطاع التعليم على مدى سنتين ونيف، كما عبر الوزير السابق في كلماته الأخيرة قبل إعلانه الاستقالة. للأسف الشديد طبعا الرئيس ما خدش بالرأي هذا، وأنا طبعاً أعطيت رأيي بوضوح، قلت له لو حدث هذا فأنا في شخصي لا أستطيع أن أستمر، فلهذا أعلن أمام حضراتكم أنني أستقيل من وزارة التعليم في ليبيا في حكومة الوفاق الوطني، وأتمنى الحظ الوافر لمن يتولى هاتين الوزارتين بعد. قرار السراج بفصل التعليم العالي عن العام جاء عقب احتجاجات لعديد المعلمين في مختلف المناطق، بل وتوقف للدراسة في بعضها حتى تتحقق مطالبهم التي كان هذا القرار من بينها. إلا أن هناك من يرى أن هذا القرار جاء بعد قرارات عبد الجليل الأخيرة التي بلغت حد تحرك الجهة الرقابية كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في محاولة لإيقافها، لأنها حوت ملاحظات وصفت بأنها تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الأعداد. احتقان المعلمين جاء عقب عديد القرارات التي أشعرتهم بأنهم مهانون بشكل أو بآخر من قبل وزارتهم، ولعل أبرز تلك القرارات إجراء امتحانات تقييمية لمستوى المعلمين ونقل صلاحية الإشراف والمراقبة لشهادة إتمام المرحلة الثانوية إلى أساتذة الجامعات. قرارات حاول بها عبد الجليل
إصلاح قطاع بلغ تآكله مداه وأصبح الغش سمة لصيقة به، ولكن كيف وذاك التآكل عمره عشرة السنوات؟ نص استقالة عبد الجليل جاء فيها على لسانه التالي: إنني لا أتحمل المسؤولية في البقاء على رأس أي من الوزارتين، لأنني أعلم أن الفشل سوف يكون قريني، وأن التغيرات الجوهرية والإصلاحات الكثيرة التي حققناها لبلادنا في أهم قطاع من قطاعات الدولة ستظل علامة فارقة في تاريخ التعليم في ليبيا. فهل هي كذلك لدى السراج والمعلمين؟ وينضم إلينا عبر الهاتف عضو نقابة المعلمين بالمنطقة الجنوبية أبو القاسم مرحومة. أهلا بك معنا سيد عبد القاسم. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. أكيد مطالب المنطقة الجنوبية باستقالة الوزير وصدور قرار فصل التعليم العام عن التعليم العالي لم تلبي المطالب حتى اللحظة في المنطقة الجنوبية، لأن المشهد ضبابي يعتبره غامض، لأن الاستقالة لم تقبل أو يتم رفضها من المجلس الرئاسي. نعم صدر قرار من المجلس الرئاسي بفصل التعليم العام عن التعليم العالي، وأعتقد أن المجلس يماطل أو يريد كسب الوقت ومص غضب المعلمين، وأكيد نعرف أن القرار يلغيه قرار. وهنا نحن كمعلمين المنطقة الجنوبية لم يتم تنفيذ أي مطلب من مطالبنا، وهي طبعا عندنا نعتبر استقالة الوزير وفصل التعليم العام عن التعليم العالي. الآن اسمح لي فقط سيد رحومة، الوزير الآن استقال، ألا هذا المطلب بشكل مبدئي تحقق الآن؟ هل أفهم من كلامك أنه الاعتصام لن ينفض؟ طبعا لن ينفض، لأن الاستقالة للحظة هذه المجلس الرئاسي لم يتم معناها قبولها أو رفضها. وإن قبلت المشهد ضبابي حاليا. وإن قبلت ما زال عندنا معناها باقي عندنا معناها مطالب. وبالنسبة للاعتصام هذه ما زال للحظة هذه لن يفض، ويوم السبت عندنا اجتماع تنسيقيات ونقابات المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية، وهنا يحدد بعد إن شاء الله فضل الاعتصام أو لا. وطبعا احنا عندنا مطالب ما زال اللي هو التأمين الصحي وتفعيل القانون رقم 4 وصرف مرتبات العقود المتعثرة والمنسبين الجدد اللي للحظة هذه لم يبت فيها أي شيء، والوزير استنكر أن الكلام هذا على العقود المتعثرة. الوزير اليوم يمكن القول أنه أصبح من الماضي، وجزء من مشاكل التعليم المعتصمين حملوها للوزير بشكل كبير واعتبرتم أن الوزير هو المشكل. الوزير الآن تقدم بالاستقالة، الرئاسة اتخذ قرار بالفصل بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي، جزء من المطالب الأخرى ربما لديكم والتي تقدمت بجزء منها، وتحدث أيضا عن تحسين الوضع فيما يتعلق بتأمين الصحة الذي كان أصلا من جزء المطالب السابقة للمعتصمين. ألا تعتقد أنه هذا ربما الأمر يعتبره الكثيرين مماطلة، لأن البعض اليوم يحملكم المسؤولية إن كان جزء من مطالبكم تحقق لماذا لا ينفض هذا الاعتصام؟ لماذا تحملون الطالب تبعات هو لا علاقة لها؟ يا أستاذي طبعا نعتبره مطلب بس تحقق اللي هو فصل التعليم العام عن التعليم العالي، أما الاستقالة شكلية فقط ننظر لها أنها استقالة شكلية، لم يتم قبول أو رفض استقالة الوزير. وعندنا مطالب أخرى اللي هو تفعيل القانون رقم 4، وعندنا التأمين الصحي وصرف مرتبات العقود المتعثرة والمنسبين الجدد. هذا مطلب حتى هو أساسي وضروري، المنسبين الجدد اللي فيه ليهم من هذا الرأي يعبر عن كل التنسيقيات أم فقط؟ نعم، من هم في المنطقة الجنوبية؟
المنطقة الجنوبية وتنسيقيات المنطقة الغربية والوسطى وجميع التنسيقيات والاتحادات والنقابات كلها نفس المطلب، نفس المطلب، ونظن في جميع البيانات اللي خرج بها نفس المطالب. وبالتالي سيتأخر العام الدراسي أيام عديدة. إن كنتم فيما مضى تحملون وزير التعليم الذي استقال اليوم المسؤولية الكاملة، اليوم يبدو أن حتى أولياء الأمور سيحملونكم أنتم المسؤولية. هذا الأمر لا يعد مماطلة؟ لا، ليس مماطلة. ويوم السبت في اجتماع للتنسيقيات، وإن شاء الله حيخرج بيان ويحدد إن شاء الله فك الاعتصام أو لا. شكرا جزيلا لك، عضو نقابة المعلمين بالمنطقة الجنوبية بالقاسم الحومة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى ملف الهجرة، حيث أعلنت البحرية الليبية تمكنها من إنقاذ 200 مهاجر الأربعاء كانوا على متن مركبين خشبيين قبالة سواحل المنطقة الغربية، بينهم 7 نساء و3 أطفال. في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده لن تلغي اتفاقية الهجرة مع ليبيا، لكنها ستعمل على تحسين ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء فيها وفق قوله. يبدو أن شبح الهجرة غير الشرعية لا يزال يلاحق ليبيا مهما حاولت الهروب منه، شبح أتعبها وأثقل كاهلها وبات حاضرا في سياساتها وملازما للأخبار الواردة منها. البحرية الليبية أعلنت تمكنها من إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي أمس الأربعاء كانوا على متن مركبين خشبيين قبالة السواحل الليبية، بينهم 7 نساء و3 أطفال. هذا وقالت البحرية في بيان لها اليوم الخميس إن عملية الإنقاذ تمت بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة. تطورات جاءت بعد تأكيد المنظمة الدولية للهجرة بليبيا إخراج 600 مهاجر غير نظامي من مراكز إيواء بوسليم التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الشارع، وأعربت المنظمة عن قلقها على سلامة هؤلاء المهاجرين مطالبة بإطلاق سراحهم بطريقة منظمة وضمان حمايتهم. إيطاليا أيضا شهدت تطورات وتصريحات جديدة شملت وزير خارجيتها لويجي دي مايو الذي قال الأربعاء إن بلاده لن تلغي اتفاقا للحد من الهجرة مع ليبيا، لكنها ستعمل على تحسين الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين في البلاد. هذا وكانت العديد من الجهات في إيطاليا قد حثت الحكومة على إلغاء مذكرة تفاهم مع ليبيا أبرمت في 2017، من المقرر تجديدها تلقائيا في 2 نوفمبر المقبل ما لم يتخذ إجراء لتحسين أوضاعهم في مراكز الاحتجاز. دي مايو من جهته قال في مجلس النواب إن الإلغاء المحتمل للاتفاق سيخلق فراغا سياسيا في وضع يشهد صراعا عسكريا حساسا بالفعل، وإن الحكومة تعمل على تغيير المذكرة إلى الأفضل مع التركيز بشكل خاص على مراكز المهاجرين وأوضاعهم. وأضاف دي مايو إنه سيتحدث مع المسؤولين الليبيين وسيسعى إلى مزيد من التدقيق من جانب الأمم المتحدة في معسكرات الاحتجاز وإجلاء المهاجرين، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإظهار صحة النوايا في وقت تعاني فيه ليبيا الأمرين، وضع أمني وسياسي واقتصادي متردي، ومهاجرون غير شرعيين باتوا طليقين لعدم توفر مراكز تأويهم. في سياق متصل، نفت المفوضية الأوروبية رغبتها في توقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين، مؤكدة أن تمديد الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا بشأن إدارة الهجرة مسألة ثنائية بين البلدين. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بورتود أن بروكسل لا تزال تعتبر ليبيا مكانا غير آمن، وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إليها بعد إنقاذهم في البحر، مشيرة إلى أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية لا تستطيع التدخل خارج حدود الاتحاد إلا في حال وجود اتفاقية مع دولة ما. يأتي الموقف الأوروبي تعليقا على أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد
بدعم إنشاء مراكز فرز للاجئين في ليبيا أو ما يعرف بالنقاط الساخنة بحسب وكالة أعكي الإيطالية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. اختتام احتفالية اليوبيل الفضي لافتتاح أقدم وعرق الفضاءات الثقافية بالمدينة القديمة في طرابلس. إصابة مدنيين وأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة نتيجة قصف طيران حفتر لمواقع مدنية في طريق المطار. بعد احتجاجات واسعة وقرار الرئاسي فصل التعليم العالي عن وزارة التعليم، عبد الجليل يعلن استقالته. إيطاليا تقول إنها لن تلغي اتفاقية الهجرة مع ليبيا وتؤكد عملها على تحسين ظروف مراكز الإيواء في البلاد. أهلا بكم من جديد. أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لحفتر القبض على أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في بنغازي بتهمة التحريض على ما سموها بالقوات المسلحة. وأوضحت الشعبة أن المقبوض عليه نشر تصويرا مرئيا يحوي مشاهد وسط مدينة بنغازي لإثارة الفتنة عبر تأييده لحكومة الوفاق ورفضه الحرب الدائرة في ضواحي طرابلس، مشيرين إلى أن وحدات عسكرية تابعة لكتيبة طارق بن زياد ألقت القبض عليه وسجلت اعترافاته بتلقي أموالا من قبل قنوات إعلامية وصفوها بالمضادة. هذا وتشهد مدينة بنغازي تضييقا على النشطاء والصحفيين وكل من يعارض أو يختلف مع قيادات عملية الكرامة، حيث يتعرضون للتهديد بالسجن أو حتى القتل في كثير من الأحيان. نادم لجميع اللي غلطت فيهم في الفيديو، اني انا والله كان مغربية، اني انا ولد بنغازي، وانا كي طول حلمي اني اكون اعلامي، لكن قدر الله ما شاء فعل حاجه واثنين، نزلنا صغار ونزلنا نتعلموا. في سياق متصل قال ناطق باسم حفتر احمد المسماري إن محكمتهم العسكرية أصدرت 9 أحكام بالإعدام و43 حكما بالسجن بين المؤبد ومدد أخرى متفاوتة و3 أحكام بالبراءة. وأكد المسماري في مؤتمر صحفي الأربعاء صرف حفتر لمكافأة وزيادة في مرتبات المسلحين المشاركين في العدوان على طرابلس. وكان المسماري قد وصف في مؤتمر صحفي في 23 من أكتوبر الجاري من يقاتلونهم في طرابلس بالخارجين عن الملة وفق تعبير المعركة ما بين قوة وطنية تمثلها أو الشعب الليبي مثل الجيش الليبي ومجرمين. المجرمين هذا المجرم خارج على الشرعية، خارج على الملة، خارج على القانون، لا يمكن أن يعود للخلف ويعود لرشدة إلا بالبندقية والعصا. وغير بعيد عن ملف الانتهاكات، حيث أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء حذفها حسابات عدة مرتبطة بيفغيني بريغوزين أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فإن هذه الحسابات
كانت تنشر معلومات مضللة على الشبكة في 8 دول إفريقية بينها ليبيا. شركة فيسبوك تعلن حذف حسابات مرتبطة بروسي حليف للرئيس فلاديمير بوتين. تنشر معلومات مضللة على الشبكة في 8 دول إفريقية بينها ليبيا. وجاء عن فيسبوك الأربعاء أن الحسابات مصدرها روسيا وأن الدول المستهدفة هي ليبيا ومدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج والكاميرون والسودان وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وتحدثت الشركة عن 3 عمليات منفصلة استهدفت مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وطالت إحداها ليبيا وضمت 15 حسابا و12 صفحة تنشر أخبارا محلية وقضايا جيوسياسية. وأفاد مسؤول الأمن المعلوماتي في فيسبوك ناثانيال جليتشر برصدهم المستمر للأنشطة المشابهة ووضع حد لها، وقال إن المسؤولين عن العمليات المضللة نسقوا مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة لإخفاء هوياتهم وهو ما استدعى تدخلنا. وترتبط العمليات التي كانت تجرى بواسطة حسابات مزيفة بفيجيني بورغوغاين الذي دانته الولايات المتحدة لتورطه في حملة تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. طالبت السلطات التونسية بإلغاء الرسوم المفروضة على دخول السيارات التونسية إلى ليبيا من خلال معبر راس جدير الحدودي البالغة 30 دينارا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مسؤولون من البلدين على خلفية إغلاق معبر راس جدير الحدودي مؤخرا، حيث دعا الجانب التونسي إلى تنظيم مساءلة عبور البضائع وعدم تعطيل التجار من الطرفين ووضع حد للبوابات الوهمية التي تفرض على التجار التونسيين دفع مبالغ مالية مرتفعة بطريقة غير قانونية حسب قولهم. إلى غدامس، حيث يشتكي المواطنون من قدم وتهالك شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى 70ات القرن الماضي. ويقول المواطنون إنه لم تجر صيانة هذه الطرق منذ مدة، إضافة إلى كثرة أعمال الحفر تحتها لصيانة شبكات المياه المختلفة، ما أثر على الأهالي خلال تنقلهم لقضاء حوائجهم اليومية. مشهد متكرر وخطورة قائمة، وأنت تستقل مركبتك وتتنقل لقضاء حوائجك اليومية عبر هذه الطرق المتهالكة، فلا تكاد تتفادى حفرة حتى تقع في أخرى أكبر منها. باختصار، هذا ما يعانيه المواطنون في غدامس بشكل يومي خلال تنقلهم عبر الطرق الرئيسية والفرعية بها، ناهيك عن تشويه الوجه الحضاري للمدينة وملامح التطوير والجودة. حقيقة الطرق غدامس متهالكة جدا وتعبتنا، وهي من السبعينات. نتمنى من المسؤولين وزارة المواصلات أنهم يهتموا بالطريق ويحاولوا أن يبعثونا شركة أو يصينوها. الطرقات داخل المدينة أنشئت منذ 70ات القرن الماضي ولم تشهد أي أعمال صيانة ولو دورية طوال هذه المدة، إذ عانت هذه الطرق تصدعات وتشققات بسبب قدمها، إضافة إلى كثرة أعمال الحفر بها خلال إجراء صيانة لشبكات المياه المختلفة التي تمر تحتها. طبعا عكف جهاز إسكان المرافق عن إبرام عقد يحل مختنق هذه الطرق، وكان مع شركة مصرية، ولكن للأسف الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية تسببت في أن العقد هذا لم يتم تنفيذه لحد الآن، لأنها وطبعا تعاني المدينة من تصدعات كثيرة، لأن الشبكات المياه القديمة اللي موجودة فيها من السبعينات أعتقد نفذت وتهالكت هذه لطول المدة، تهالكت الخطوط، ما تسبب في تصدعات كثيرة وكبيرة في المخططات. المواطن اليوم يأمل أن تكون لديه طرق حديثة ذات مواصفات مهنية محكمة وجودة عالية تتماشى وتتواكب مع العصر، خاصة لما تمثله مدينة غدامس كواجهة مشرفة في مجال السياحة، إذ لا تزال تشهد توافدا للسياح والزوار من الداخل والخارج.
قال مدير مشروع أرباب الأسر بمصر في ليبيا المركزي سالم السيوي إن عدد الأسر المتحصلة على مخصصات أرباب الأسر للعام الحالي بلغ 1,120,000 أسرة. وأضاف السيوي في تصريح لليبيا الأحرار أن عدد الأفراد الذين تحصلوا على المخصصات بقيمة 500 دولار لكل فرد قارب 5,700,000 شخص. وكان مصرف ليبيا المركزي قد أقر أواخر شهر أغسطس الماضي منحة أرباب الأسر، ووضع لها عدة ضوابط، من بينها أن يكون لرب الأسرة رقم هاتف باسمه مربوطاً بمنظومة الرقم الوطني لدى شركتي ليبيانا أو المدار الجديد للاتصالات. نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤتمرا تحت عنوان لنعمل معا على منع الانتحار، وذلك لإحياء اليوم العالمي للصحة النفسية. واستهل المؤتمر بكلمات افتتاحية للقائمين عليه ومحاضرات حول سيكولوجية الانتحار والانتحار في نظرة المجتمع الليبي، وناقش فيه الحاضرون المحاضرات التي عرضت من أطباء وأخصائيين في مجال الصحة النفسية. الصحة النفسية في بلادنا خاصة بعد اللي تعرضت لها الحروب والصراعات والوحدة بكل تأكيد زادت ساءت الحالة النفسية للكثير من المواطنين ومن الناس وحتى الأطفال يعني والكبار في السن. انتشار ظاهرة الانتحار وظهور هذه الظاهرة على السطح في جميع الفئات العمرية، سواء كان من الأطفال أو النساء أو الشباب أو الشيوخ، فكان لزاما على المنظمة وعلى المهتمين وعلى كل المؤسسات التي لها علاقة بالصحة النفسية أن تتدخل للحد من هذه الظواهر. فيها تخصصين مهمين داخل المدارس، اللي هو الأخصائي الاجتماعي اللي يتبع إدارة الخدمة الاجتماعية، والمرشد النفسي أو المرشد النفسية داخل المدارس ويتبع إدارة الدعم والإرشاد النفسي. فهذا تو الحمد لله الكوادر موجودة، دور الخدمة المرشد النفسي بدأ موجود وتم توطينه في المؤسسات التعليمية ونحط له برنامج وملكات، لكن ما زلنا نحتاج لتدريب هذه الكوادر. نظمت مدرسة أحمد البهلول الثانوية بنين بمصر حفل تكريم لأحد طلبتها المتميزين بحضور أسرته ومسؤولين في قطاع التعليم بالمدينة، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب. وأقيم الحفل تكريما للطالب لؤي مصطفى بن زلطة بمناسبة حصوله على الترتيب الرابع على مستوى ليبيا والأول على مدينة مصراتة في الشهادة الثانوية بنسبة 99.11 خلال العام الدراسي 2018-2019. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع التعليم وكافة القطاعات في الدولة الليبية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهود الكبيرة وعلى الانتماء وعلى الجهد الكبير الذي تبذله أو تبذله إدارة هذه المدرسة وكافة المعلمين والمعلمات فيها. مناسبة اليوم حفل لتكريم الطالب المتميز الحاصل على الترتيب الرابع على مستوى ليبيا والترتيب الأول على مستوى مدينة مصراتة، الطالب وهو لؤي مصطفى بن زقطة، فنبارك له ونبارك لأنفسنا ونبارك لأسرته الكريمة على هذا التفوق. اختتمت في المدينة القديمة بطرابلس احتفالية اليوبيل الفضي لافتتاح أقدم وأعرق الفضاءات الثقافية بالمدينة. وكرمت الفاعلية الرعيل الأول من الذين أسهموا في إحياء الفضاءات الثقافية بمدينة طرابلس. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. وسط لفيف من أهل الأدب والثقافة ومهندسي ومؤسسي مشروع المدينة القديمة، اختتمت احتفالية اليوبيل الفضي لافتتاح أقدم وأعرق الفضاءات الثقافية بمدينة طرابلس. وكرمت الفعالية الرعيل الأول من الذين أسهموا في إعادة إحياء هذه المواقع التاريخية، فضلاً عمن أسهموا في إنجاح هذه الاحتفالية. الاحتفالية هذه رجعتني 25 سنة، كيف جهزنا، كيف كنا عائلة واحدة، كيف جمعنا من القطعة البسيطة للكبيرة، كيف خيطنا، كيف لقطنا المقتنيات والكتب والصور والوثائق هذه وجعلناها في مواقع تخدم الطلاب وتخدم جميع الشرائح.
تضمن الحفل عرضا مرئيا عن هذه الفضاءات وكيفية صيانتها وافتتاحها، وأيضا تضمن عرضا لأهم الوثائق الطرابلسية النادرة التي تعود إلى العهد العثماني وفترة الاحتلال الإيطالي، وبعض المجلات التي كانت تصدر محليا والنادرة أيضا. طبعا اليوم الأول كان الافتتاح وطبعا كان لايف والحمد لله، واليوم الثاني خصصنا للنساء وكان في عرض أزياء، والهدف من هذا اليوم اللي خصص للنساء إن نحتفلوا بالمرأة الليبية ربة البيت والعاملة والمثقفة والأستاذة والمديرة في كل من في المدينة القديمة وخارج المدينة القديمة. واليوم الحمد لله يوم التكريم، وإن شاء الله كانت احتفالية ناجحة، ونشكر كل من ساهم معنا في إنجاح هذا، وتبقى طرابلس شامخة أرض الزهر والحنة، شامخة بأبنائها وبناتها. نشكر جميع أعضاء اللجنة اللي قاموا بالمشاركة في الاحتفالية، والحمد لله اللي تم الختام. نشكر جميع من ساهم معنا في نجاح هذه الاحتفالية، وعلى رأسهم قناة ليبيا الأحرار التي كانت الراعي والمشارك الإعلامي لنا في هذه الاحتفالية. طرابلس أرض الزهر والحنة رغم أزماتها ما تزال تشهر سلاح الثقافة والفن، وتثبت كل يوم أنها أقوى من المحن، وستظل مشرقة شامخة مهما لبدت سماءها الغيوم. لقناة ليبيا الأحرار، إيمان الشابع، طرابلس. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا. إلى العناوين: إصابة مدنيين وأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة نتيجة قصف طيران حفتر لمواقع مدنية في طريق المطار. بعد احتجاجات واسعة وقرار رئاسي فصل التعليم العالي عن وزارة التعليم، عبد الجليل يعلن استقالته. إيطاليا تقول أنها لن تلغي اتفاقية الهجرة مع ليبيا، وتؤكد عملها على تحسين ظروف مراكز الإيواء في البلاد. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت بالأحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. دمتم بخير.